طبعا العرض هو عبارة عن مجموعة لوحات تم جمعها بقالب الجريدي. طبعا الجريدي هي تمثل الحياة اليومية للمواطن السوري. هناك لوحات فيها قالب كوميدي ساخر ولوحات فيها قالب تراجيدي. طبعا حاولنا أن نسلط الضوء على أكثر من قضية بالمجتمع، الحب، قضية الرجولة والأنوثة. عاملين سكيتشات متنوعة بتحكي عن ألم المواطنين والواقع اللي نحن عايشين فيه بطريقة فيها شوية كوميديا، فيها شوية تراجيديا، بنبكي وبنضحك ونحن هيك عم نتلامس أوجاعنا. يعني أنا أخذ كذا شخصية بهاي المسرحية، منها مثلا المرأة الختيارة، الصبية، البنت الطفلة. الدور اللي أخده أنا دور رئيس العمل الفاسد اللي بيهين الموظف مشان لقمة العيش تبعه.